وللحديث أكثر عن تزايد تهريب النفط في العراق ودور الفساد في تنامي الظاهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي طارق الأنصاري. سيد طارق، بداية أهلا بك. يعني الأجهزة الحكومية تضبط أوكارا لتهريب المنتجات النفطية في واسط وبابل، باعتقادكم ما هو الأثر الاقتصادي لعمليات التهريب هذه على العراق في الوقت الراهن؟ شكرا لك ولقناتكم الكريمة. أهلا بك. حقيقة أبتدئ بفد موضوع، وهو موضوعة النفط. تفضل. اللي يعتبر من الاقتصاديات المعقدة في إدارتها. نعم. حيث أن النفط يشكل العصب الحيوي في الاقتصاد. ولكون الاقتصاد هو عملية تدبير شؤون المال وتأمين إيجاده وكيفية توزيعه. نعم. وبسبب حشاشة المنظومة الاقتصادية وإذا أوقع الاقتصاد العراقي في المنطقة الرخم، نعم، نسميها السوق التسويق، وعملية الاستمرار بهذه الإدارة سوف ينحدر إلى أبعد الذات، ألا وهي الصفرية، أي عدم وجود إصلاحات اقتصادية على حد قوم. كما أوجدت منظومة لهذه المنظومة الاقتصادية هي منظومة الفساد، نعم، التي أسميتها منظومة الردع المتكافئ للإصلاح. سيد طارق، التي تقف عائقا امام اصلاحات اقتصاديه للحد من الفساد. نعم سيد طارق، عمليات التهريب هذه هل هي جديده ام انها مستمره منذ سنوات؟ ومنذ متى بدات الظاهره في الانتشار بهذا الشكل الكبير كما تعلم؟ تفضل. اعطيك فد مثال بسيط جدا بالارقام لمنطقه في العراق لديها من الثروات ما يكفي لان يكون دخل الفرد مالته من اعلى الدخول في منطقه الشرق الاوسط، الا وهي البصره. البصره تشكل 60% من احتياطيات النفط العراقي، اي في حدود 70 مليار برميل نفط موجود عليها، اي ما يعادل 5 دول خليجيه عدا السعوديه، وهذا حال البصر. لا خدمات، لا مي حلو، ولا صحه، وزياده مضطرده في موضوع الفقر وموضوع البطاله. نعم. هذا سبب كانت الفاسدين عليها. الاقتصاد العراقي وضع على القائمه السوداء لتهريب الاموال. نعم. مع تخفيض التصنيف الائتماني للعراق إلى نقطة بي سالب. كما تعلم سيد طارق، دعنا نذهب إلى سؤال آخر لضيق الوقت لو سمحت. يعني مكتب مكافحة الاحتيال، وكما تعلم يدين مدير أونا أويل السابق بتهمة الرشوة للحصول على عقود في العراق، إلى أي مدى ترى أن هذه القضية تكشف عن عمل منظم لمهربي النفط في العراق ويشارك فيها شركات كبيرة؟ من أقبح الإجراءات المتخذة في إدارة النفط هي جولات التراخيص. من أقبح الإجراءات التي أدت إلى هذه الإدارة السيئة في اقتصاد النفط هي جولات التراخيص النفطية، التي أعطت امتيازات للشركات النفطية على حساب الشعب العراقي وقوته. راح اعطيك خمس ارقام رسميه بسبب هذا الفساد اللي مستشري في اداره الحكومه، الا وهي شوف العراق كان ينتج، العراق قبل هذه الجائحه 4,800,000 برميل يومي، 4 مليون برميل و800. لسبب ما تم تخفيض العراق الى 3,800,000 بمعدل 1,000,000 برميل يوميا، ولا نفهم هذا الموضوع، والعراق في مشكله اقتصاديه.
معدل استقرار سعر النفط العراقي هو 40 دولار، لأنه بدأ من 30 دولار إلى أن وصل الآن إلى 44 دولار، المعدل الاستقرار هو 40 دولار. نعم، دعنا نذهب دعنا نذهب إلى السؤال الأخير لضيق الوقت سيد طارق. يعني إذا ثبتت تهمة غسيل الأموال فعلا على الحكومة الحالية، باعتقادكم وحسب تقديراتكم ما الجزاء المنتظر دوليا على العراق من جراء هذه التهمة في حال ثبتت؟ يؤسفنا أن يقع العراق في هذه القائمة، يؤسفنا أن يقع العراق في هذه القائمة. وإذا لم تتلافى الحكومة العراقية في هذا الموضوع، ألا وهي جولات التراخيص ومزاد البنك المركزي، لأنها صنوان متلازمان، بيع النفط وضعها في بنك الدي اف اي في امريكا وبعدها تحويلها الى العراق. العراق لا يحتاج الى قروض. للمره الالف انا اقولها، العراق لا يحتاج لا قرض خارجي ولا قرض داخلي. العراق يمتلك الان، انت ما خليتني ان اكمل لك الخمس ارقام، 48 مليار على مستوى استقرار نفطي 40 دولار، يعني 48 مليار دولار و688 نفط، يضاف 9 مليارات نفط سعودية، يضاف 2800 ضرائب، يضاف 6 مليار طن ومطاقات وترانشات حقول طائرات، يضاف إلى 3 مليار صناعات تحويلية ونفط محلي قطاع خاص، يضاف 6 مليار عقارات الدولة واستملاكات حكومية غير مستقطعة، أي بمعنى واحد 70 مليار و68. نكتفي بهذا القدر. كنت معنا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الأستاذ طارق الأنصاري، شكرا جزيلا لك.